بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا في قناتكم التعليمية مدرستي في بيتي، نرحب بكم. وهذا الفيديو الجديد ودرس جديد في مادة الرياضيات للسنة الرابعة متوسط. في هذا الفيديو سنقترح عليكم كيفية تبسيط وتحليل عبارة جبرية، وأيضا حل معادلة من الدرجة الأولى. كل هذا عبر تطبيق سنحله مع بعض. لا تنسى التعليق مع الإعجاب. لنبدأ على بركة الله. تعلم تبسيط وتحليل عبارة جبرية وحل معادلة من الدرجة الأولى. أعد مشاهدة هذا المرئي عدة مرات حتى تترسخ لديك كل الخطوات التي اتبعناها في الحل. مع نهاية هذا الفيديو سنقترح عليك تمرينا تطبيقيا للتدرب. تابع خطوات تبسيط وتحليل عبارة جبرية. لنبدأ. M عبارة جبرية حيث M يساوي 4X مربع ناقص 20X زائد 25 ناقص X زائد 3 مربع. السؤال الأول، انشر ثم بسط العبارة M. السؤال الثاني، اكتب العبارة M على شكل جداء عاملين. السؤال الثالث، حل المعادلة M يساوي 0. تابع خطوات الحل. أولا، نشر وتبسيط العبارة M. لدينا M تساوي 4X مربع ناقص 20X زائد 25 ناقص X زائد 3 مربع. النشر يعني تفكيك العوامل والحساب لكي نتحصل على عبارة بسيطة. لدينا 4X مربع ناقص 20X زائد 25 ناقص X زائد 3 الكل مربع. لاحظوا أن X زائد 3 الكل مربع هو على شكل جداء شهير من الشكل A زائد B مربع يساوي A مربع زائد B مربع زائد 2AB. بإمكانكم متابعة الفيديو حول الجداءات الشهيرة في قناتنا مدرستي في بيتي. إذا قلنا أن X زائد 3 مربع هي من الشكل A زائد B مربع يساوي A مربع زائد B مربع زائد 2AB. نحسب الآن X زائد 3 مربع حيث X هي A و B هي 3. نعوض فقط، نتحصل على X زائد 3 مربع تساوي X مربع زائد 3 مربع زائد 2X في 3. الآن قلنا أن M يساوي 4X مربع ناقص 20X زائد 25 ناقص X مربع زائد 9 زائد 6X. لاحظوا أن هنا لما حسبنا X زائد 3 مربع وجدناه تساوي X مربع زائد 9 زائد 6X. لاحظوا هنا أنه علينا الاحتفاظ بالأقواس هنا. نحذف الأقواس الآن. M تساوي 4X مربع ناقص 20X زائد 25. ننتبه جيدا عند حذف الأقواس، لما تكون العبارة مسبوقة بالإشارة ناقص علينا الانتباه جيدا عند حذف الأقواس. هنا تصبح 4X مربع ناقص 20X زائد 25 ناقص X مربع. لاحظوا هنا أن الإشارة زائد هنا داخل قوس مسبوقة ب
بناقص قبل القوس هنا ناقص، إذا تصبح ناقص 9 ناقص 6x. نكتب العوامل من نفس الدرجة أمام بعضها. أم تساوي 4x مربع ناقص x مربع، طبعا لأنه 4x مربع و x مربع عندهم نفس الدرجة، يعني نفس القوة، نفس القوة x مربع و x مربع، ناقص 20x ناقص 6x زائد 25 ناقص 9. الآن نبسط العوامل من نفس الدرجة، وهذا باستخراج العامل المشترك. M تساوي x مربع في 4 ناقص 1، وهنا استخرج x مربع عامل مشترك، ناقص هنا نستخرج x عامل مشترك، x في 20 زائد 6. لاحظوا هنا أن ناقص 20x ناقص 6 لما ندخلها في القوس تصبح ناقص x في 20 زائد 6 زائد 25 ناقص 9، نحسبها هي 16. نحسب ما بين قوسين، أم تساوي x 3x مربع ناقص 26x زائد 16. العبارة المبسطة لأم هي أم تساوي 3x مربع ناقص 26x زائد 16. السؤال الثاني الآن، اكتب العبارة أم على شكل جداء عاملين. لدينا أم تساوي 4x مربع ناقص 20x زائد 25 ناقص x زائد 3 الكل مربع. كتابة العبارة أم على شكل جداء عاملين. الآن السؤال الذي نطرحه هنا، هل يمكن استخراج عوامل مشتركة، أو هل يمكن كتابة العبارة على شكل جداء شهير؟ نلاحظ هنا، عفوا، نذكركم بالجداءات الشهيرة، A زائد B مربع يساوي A مربع زائد 2AB زائد B مربع، A ناقص B مربع تساوي A مربع ناقص 2AB زائد B مربع، A ناقص B في A زائد B يساوي A مربع ناقص B مربع. لدينا هنا 4x مربع ناقص 20x زائد 25، هذه العبارة هل يمكن كتابتها على شكل جداء على شكل جداء شهير؟ نلاحظ هنا أن عفوا نلاحظ هنا أنه 4x مربع ناقص 20x زائد 25 هي من الشكل A مربع ناقص 2AB زائد B مربع، حيث A هي 2x و B هي 5. إذا 4x مربع ناقص 20x زائد 25 هي 2x الكل مربع ناقص 2 في 5 في x زائد 5 مربع، منه 4x مربع ناقص 20x زائد 25 هي 2x ناقص 5 مربع، منه M تساوي 2x ناقص 5 الكل مربع ناقص x زائد 3 الكل مربع. لكن هنا لم نحلل بعد M إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى. الآن M تساوي 2x ناقص 5 الكل مربع ناقص x زائد 3 الكل مربع هي أيضا من الشكل A مربع ناقص B مربع.
حيث A هي 2x ناقص 5 و B هي x زائد 3. لاحظوا جيدا، العبارة أم هي من الشكل A مربع ناقص B مربع، حيث A قلنا هي 2x ناقص 5 و B هي x زائد 3. باستعمال جداء الشهير الثالث أي A ناقص B في A زائد B يساوي A مربع ناقص B مربع، تصبح M تساوي 2x ناقص 5 في x زائد 3. وهذا هو التحليل M إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى. من الدرجة الأولى نقصد بها أنه أكبر أس أو أكبر قوة لx هي 1. لاحظوا هنا أن M تساوي 2x، القوة لx هنا 1 ناقص 5 في x زائد 3، قوة x هنا هي 1، يعني العاملين هنا من الدرجة الأولى. الآن قلنا أن M يساوي 4x مربع ناقص 20x زائد 25 ناقص x مربع زائد 9 زائد 6x. لاحظوا أن هنا لما حسبنا x زائد 3 مربع وجدناه تساوي x مربع زائد 9 زائد 6x. لاحظوا هنا أنه علينا الاحتفاظ بالأقواس هنا. نحذف الأقواس الآن. M تساوي 4x مربع ناقص 20x زائد 25. ننتبه جيدا عند حذف الأقواس، لما تكون العبارة مسبوقة بالإشارة ناقص علينا الانتباه جيدا عند حذف الأقواس. هنا تصبح 4x مربع ناقص 20x زائد 25 ناقص x مربع. لاحظوا هنا أن الإشارة زائد هنا داخل قوس مسبوقة بناقص، قبل القوس هنا ناقص، إذن تصبح ناقص 9 ناقص 6x. نكتب العوامل من نفس الدرجة أمام بعضها. M تساوي 4x مربع ناقص x مربع، طبعا لأنه 4x مربع و x مربع عندهم نفس الدرجة، يعني نفس القوة x مربع و x مربع، ناقص 20x ناقص 6x زائد 25 ناقص 9. الآن نبسط العوامل من نفس الدرجة، وهذا باستخراج العامل المشترك. M تساوي X مربع في 4 ناقص 1، وهنا استخرجنا X مربع عامل مشترك، ناقص هنا نستخرج X عامل مشترك، X في 20 زائد 6. لاحظوا هنا أن ناقص 20x ناقص 6 لما ندخلها في القوس تصبح ناقص x في 20 زائد 6 زائد 25 ناقص 9، نحسبها هي 16. نحسب ما بين قوسين. M تساوي x 3x مربع ناقص 26x زائد 16. العبارة المبسطة لام هي m تساوي 3x مربع ناقص 26x زائد 16. السؤال الثاني الآن، اكتب العبارة m على شكل جداء عاملين.
لدينا ام تساوي 4 اكس مربع ناقص 20 اكس زائد 25 ناقص اكس زائد 3 الكل مربع. كتابة العبارة ام على شكل جداء عاملين. الان السؤال الذي نطرحه هنا، هل يمكن استخراج عوامل مشتركة او هل يمكن كتابة العبارة على شكل جداء شهير؟ نلاحظ هنا، عفوا، نذكركم بالجداءات الشهيرة: a زائد b مربع يساوي a مربع زائد 2ab زائد b مربع، a ناقص b مربع تساوي a مربع ناقص 2ab زائد b مربع، a ناقص b في a زائد b يساوي a مربع ناقص b مربع. لدينا هنا 4x مربع ناقص 20x زائد 25. هذه العبارة هل يمكن كتابتها على شكل جداء على شكل جداء شهير؟ نلاحظ هنا أن عفوا نلاحظ هنا أنه 4x مربع ناقص 20x زائد 25 هي من الشكل a مربع ناقص 2ab زائد b مربع، حيث a هي 2x و b هي 5. إذا 4x مربع ناقص 20x زائد 25 هي 2x الكل مربع ناقص 2 في 5 في x زائد 5 مربع، منه 4x مربع ناقص 20x زائد 25 هي 2x ناقص 5 مربع، منه m تساوي 2x ناقص 5 الكل مربع ناقص x زائد 3 الكل مربع. لكن هنا لم نحلل بعد m إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى. الآن m تساوي 2 x ناقص 5 الكل مربع ناقص x زائد 3 الكل مربع هي أيضا من الشكل a مربع ناقص b مربع، حيث a هي 2 x ناقص 5 و b هي x زائد 3. لاحظوا جيدا، العبارة m هي من الشكل a مربع ناقص b مربع، حيث a قلنا هي 2x ناقص 5 و b هي x زائد 3. باستعمال الجداء الشهير الثالث، أي a ناقص b في a زائد b يساوي a مربع ناقص b مربع، تصبح m تساوي 2x ناقص 5 في x زائد 3. وهذا هو التحليل M إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى. من الدرجة الأولى نقصد بها أن أكبر أس أو أكبر قوة لX هي 1. لاحظوا هنا أن M تساوي 2X، القوة لX هنا 1 ناقص 5 في X زائد 3، قوة X هنا هي 1، يعني العاملين هنا من الدرجة الأولى. وصلنا للسؤال الثالث الآن، حل المعادلة M تساوي صفر. من أجل حل المعادلة M تساوي صفر لا نستعمل العبارة الأصلية، يعني لا نستعمل العبارة المعطاة في السؤال في المعطيات، ولكن نستعمل عبارة M التي حللناها إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى. نذكركم أننا بعد تحليل M إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى تحصلت على العبارة التالية: M تساوي 2X ناقص 5 في X زائد 3. نحل الآن
ام تساوي صفر. ام تساوي صفر معناه ان 2 اكس ناقص 5 تساوي صفر، او اكس زائد 3 تساوي صفر. 2 اكس ناقص 5 تساوي صفر، يعني ان 2 اكس تساوي 5، و x زائد 3 يساوي صفر، يعني أن x يساوي ناقص 3. نذكركم أن حل المعادلة يعني هو يعني الحصول على قيمة x التي تحقق العبارة m تساوي صفر. 2x يساوي 5 معناه x يساوي 5 على 2، أو و x يساوي ناقص 3 هي x يساوي ناقص 3. منه المعادلة m يساوي صفر تقبل حلين هما x يساوي 5 على 2، أو x يساوي ناقص 3. أرجو أن تكون المعلومة قد وصلتكم. التدريب الآن هو كالتالي: أ يساوي 2 إكس ناقص 1، لتكون العبارة أ تساوي 2 إكس ناقص 1. حل المعادلة أ تساوي صفر. اكتب الحل في تعليق أسفل هذا المرئي. يمكنك طلب مساعدة والديك لتحرير الإجابة. نرجو أن نكون قد أفدناكم في هذا الفيديو. ندعو الله لكم النجاح والتوفيق والتميز. دمتم متابعين دائمين لقناتكم التعليمية مدرستي في بيتي. بارك الله فيكم على المشاهدة. لا تنسى التعليق أو الإعجاب. ترقبوا المرء القادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.